تلقى صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنية من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء الوزارات وأولياء العهود بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكر انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكر تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لمقاليد الحكم ضمنوها خالص تهانيهم لسمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متمنين لسموه وافر الصحة والسعادة ولشعب البحرين اضطراد التقدم والرخاء